ما أثرى المعلومات نجنيها من حلقات بليبي. مرحبا، هاي هذا أنا بليبي. انظروا أين أنا، أمام قاعة اللعب في مركز مدينة تاكوما للتسوق في واشنطن. لندخل. واو، مرحبا. أهلا بليبي. هيا تعالوا. أولا علينا خلع الحذاء. الفردة الأولى والفردة الثانية. إلى اللقاء. رائع، شاهدوا هذا. واو، لقد كانت لعبة الدوران ممتعة. هاي هذا بيان. ألست ماهراً؟ بلى. واو، ولكن ما هذا الشيء الدائري؟ ربما نجلس هكذا وتدور فنقلب رأساً على عقب. واو، تقلبت بهذه اللعبة مرة واحدة. انظروا زحلوقة. حسناً، هيا بنا. أخيراً وليس آخراً سألعب بلعبة الدوران. أحب لعبة الدوران. أشعر بدوار شديد. شاهدوا هذا، الآن أنا أقذف الكرات من لعبة المدفع هذه. واو، إلى الجهة الأخرى وأتحقق إن كنت سأصيب الهدف. هذه اللعبة مذهلة، وإن لم أصب أي هدف ولكنني كنت على وشك ذلك. لحظة، على ذكر الهدف، انظروا هناك في الأعلى. رائع، أترون ألوان لوحة الهدف؟ لاحظوا بالتسلسل من الخارج، أولاً أحمر، فأصفر، فأخضر، فأرجواني، فأزرق، فأحمر ثانية. أصدقائي، أتعلمون ماذا تسمى هذه النقطة الحمراء؟ إنها تسمى مركز الهدف. واي. رائع، شاهدوا كل هذه الكرات. واو. حسناً، لدي فكرة، سنضعها هنا، بعدها نطلقها. كان ذلك رائعاً، فالهواء يدفع هذه الكرات هكذا من الأسفل إلى الأعلى. حسناً، فكرة ثانية، كم كرة يمكنني أن أحمل؟ واو، أوقعت واحدة، لا بأس، لنحسب العدد النهائي. أوقعت اثنتين من الكرات، لذا سنعد من اثنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثماني كرات. واو، رائع، لقد استطعت حمل كرات كثيرة. حسناً، لنحذر ما ألوانها. لنبدأ، هي حمراء وأرجوانية وبرتقالية. واو، تعلمون ما يمكنني أن أفعل بها؟ الآن سأبدأ. واو، رائع. واو،
مرحباً، شاهدوا هذا، أحاول التوازن على هذه الأشكال الدائرية. واو، مهلاً لحظة، ما هذا الشيء؟ كرة بنتوءات. واو. حسناً، الآن انظروا، سأدورها بسرعة. واو. ثانية، ولكن بالعكس. واو. إذن شاهدوا، سأدورها ببطء. مستعدون؟ حركتها جميلة، هيا بنا. أصدقائي تعالوا، أترون ماذا أفعل؟ إنني أحاول التوازن على هذا الصبار. واو، انظروا إلي. لا أكاد أستطيع المرور من هنا. أخيراً، إذن أترون هاتين؟ إنهما أسطوانتان. أنا قادم. نجح. والآن هيا بنا لنكمل. واو، شاهدوا هذا، إنها أرجوحة. وي وي. التأرجح ممتع جداً ويشعر بالاسترخاء. هل ركبتم الأرجوحة من قبل؟ نعم، في الحديقة العامة، في ساحة الألعاب. إنها ممتعة حقاً. إنني أتأرجح بإمالة جسدي إلى الأمام، وأكرر ذلك، إلى الأمام، إلى الأمام، وبعدها أمام، خلف، الأمام، الخلف، الأمام، الخلف، أمام. هذا ممتع. حسناً، لنكمل في هذه الجهة. الآن سأحاول القفز فوق هذه الأسطوانة الدوارة. لكن أولاً، ما اسم هذين اللونين؟ صحيح، هما أزرق وأصفر. جيد، هيا بنا. هذا مضحك. واو، أصدقائي انظروا إلي. أنا أحاول التوازن، لاحظوا ألوانها. واو واو. حسناً، ألا تشبه قرص الأهداف؟ صحيح، نعم. إذن ما أسماء هذه الألوان؟ لوناي المفضلان بين هذه الألوان. حسناً، لنبدأ من الخارج ثم إلى الداخل. أولاً، هذا اللون هو برتقالي. أجل، أحسنتم، ما اسم هذا اللون؟ نعم، أصفر. وما لون هذه الدائرة؟ إنه اللون الأزرق. هذان لوناي المفضلان، الأزرق والبرتقالي. أوه أوه. هيا. أحاول التوازن. واو. هذا الجسر لونه برتقالي وأزرق، إنه جميل جداً. رائع، مزيد من ألعاب التحدي. أنا أحب ألعاب التحدي. هيا لننطلق. أنا أدور. هيا بنا. واو. الآن دعونا نعد معا عدد الدورات التي سأدورها. مستعدون؟ هيا بنا. واحدة، اثنتان، ثلاث. أجل. واو، أنا أشعر بالدوار. واو. حسناً، والآن لقد حان وقت التوازن. أرأيتم كيف تدور؟ لهذا يصعب الوقوف عليها بثبات، ولكن سأحاول. أصدقائي أنا قادم. أحمر، أخضر، رمادي. رائع، انظروا معي. هذه نفاخة صفراء، وأخرى هي بيضاء بل رمادية.
وي حسناً، هيا تعالوا. هاي شاهدوا هذه، سندورها إلى جهة اليمين هكذا كما يدور عقرب الساعة، وهي تسمى التناظرية مع اتجاه عقارب الساعة. إذن أرأيتم؟ واو شاهدوا، واو نحركها إلى الجهة المعاكسة. نعم نحن ندورها إلى جهة اليسار، لاحظوا اليسار، إنه اليسار وتسمى عكس اتجاه عقارب الساعة. واو لنكمل، واو أمسكوها، واو مرة ثانية، يكفي تعالوا. والآن لنسمي الألوان، أحمر، رمادي، أخضر. مهلاً لحظة، لقد قلت أخضر لكنه ليس أخضر، إذن ما هذا اللون؟ صحيح هذا اللون برتقالي، والأخضر ها هو ذا. أنا مضحك حقاً، هذا هو اللون الأخضر، لنبدأ ثانية، هيا برتقالي، أخضر، أحمر، رمادي. أحسنتم، واو رائع. واو هذه تشبه شبكة عنكبوت. أنا حشرة عالقة بشبكة عنكبوت. هذا مضحك. هاي هذا رائع. واو انظروا، نعم ما هذه؟ واو إنها زحلوقة. أجل أحب الزحلوقة لأننا نكون في الأعلى ثم تسحبنا الجاذبية إلى الأسفل، وبحسب مدى انحدارها تحدد سرعة انطلاقها وأسباب أخرى كالاحتكاك وسرعة الرياح وقوة الجذب وهذه الأمور. أياً كان ما يهمني أن أتزحلق بسرعة كبيرة. هيا بنا، 3 2 1. رائع هذا ممتع. أصدقائي أنا أحب كثيراً أن أتزحلق بسرعة، أيضاً أحب التعلم جداً. أنا أستمتع بلعبة القفز هذه. شاهدوني سأقفز قفزة مرتفعة. واو 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 واو. والآن سأقفز قفزة منخفضة. واو وقتاً ممتعاً باللعب وبالتعلم أيضاً. واو أجل هل استمتعتم؟ جيد وأنا أيضاً، ولكن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي، أيمكنكم تهجئته؟ B-L-I-P-P-I بليبي. أحسنتم، حسناً أراكم بخير، إلى اللقاء. أنا أريد، أنت تريد مثلجات بطعم فريد، شاحنة المثلجات، شغل صوت المكبرات.
نحن نعرف هذا الصوت بالذات. شاحنة المثلجات، انظر للصور وتأمل واختر صنفك المفضل. ما الذي ينقصني في يوم الحر الشديد؟ مثلجات تنعشني وتجعلني سعيد. شاحنة جميلة، لون زهري بديع، من مكان إلى مكان لنسعد الجميع. أنا أريد، أنت تريد مثلجات بطعم فريد. شاحنة المثلجات، شغل صوت المكبرات، نحن نعرف هذا الصوت بالذات. شاحنة المثلجات، انظر للصور وتأمل واختر صنفك المفضل. شاحنة جميلة تفرح القلب بثوان، عندما أضغط هذا الزر تصدح الشاحنة بأغان. صوتها مميز حين تمر في الشارع، حين أسمع صوتها فإني إليها أسارع. أنا أريد، أنت تريد مثلجات بطعم فريد. شاحنة المثلجات، شغل صوت المكبرات، نحن نعرف هذا الصوت بالذات. شاحنة المثلجات، انظر للصور وتأمل واختر صنفك المفضل. مرحبا، هذا أنا لابي، ونحن في مركز سينابس لمهارات السيرك في أوبورن في واشنطن. رائع، شاهدوا هذا المكان يزهو بالألوان الجميلة. يأتي الأطفال إلى هنا لتعلم بعض مهارات السيرك الممتعة. هاي، مرحبا، من أنت؟ المدربة كريستل، سأعلمك بعض مهارات السيرك اليوم. أجل، متحمس جدا. لكن أولا عليك خلع الحذاء. حسنا، علي خلع الحذاء. هيا لنخلع الفردة الأولى فالفردة الثانية. انتهيت، خلعت الحذاء، الآن حان وقت التعلم. واو، شاهدوا هذا المكان، إنه مذهل. انظروا هناك، ثمة كثير من الأشياء الرائعة. واو، يبدو أنها كرات اللعب. إنها ملونة. ريش، ماذا يفعل الريش هنا؟ هذا مضحك. واو، انظروا، يبدو كأنه حبل مشدود. إنني متحمس جداً لأتوازن عليه. رائع، إنها لعبة القفز، وهي مرنة جداً. أرغب في القفز عليها، لكن ليس قبل أن أمارس تمرينات التمدد والإحماء. نعم، واو، شاهدوا هذه، يبدو أنها أرجوحة، أليس كذلك؟ واو، أوه، ستائر البهلوان. رائعة، ما اسم هذا اللون؟ أجل، إنه اللون الأرجواني. واو، تعالوا معي. ستارة أخرى، هذه لونها أصفر. حسناً، يكفي لعباً، علينا أن نبدأ بتمرينات الإحماء، سنقضي وقتاً ممتعاً. أوه، مرحباً. أهلاً، مستعداً للإحماء؟ نعم، أنا مستعد. إذن سنركض إلى الجدار الأزرق ونرجع إلى هنا كي نستعد للتدريب. حسناً، لنركض. شاهدوني أنا أركض. هيا لتكن دائرة تدريبنا في المنتصف. حسناً، تدوير الذراعين إلى الخلف، وذلك من أجل التعلق على الستارة البهلوانية والأرجوحة. رائع، وإلى الأمام كأننا نسبح. حسناً، شاهدوني أنا أصنع دوائر كبيرة بيدي. الآن سنجلس أرضاً. حركة الفراشة، ضع قدميك معاً واصنع فراشة. أوهو، راقب هذا، إنني أرفرف مثل الفراشة. نعم، تبدأ حياة الفراشة يرقانة، ثم تبدأ بالتحول وتصير بعدها فراشات جميلة جداً.
هيا ضم جناحيك ثم مدهما لأننا سنقلع إلى القمر. أمسك أصابعك، مستعد؟ 5 4 3 2 1 انطلاق! سنعيد الكرة لكن هذه المرة من 3 3 2 1 انطلاق! هاي رائع! والآن لنقف ثانية، أنت مستعد؟ أجل! الآن سنمارس بعض ألعاب السير. هيا بنا! واو، إنها ماهرة جداً! أرأيتم كيف قفزت عالياً؟ نعم، رائع! انظروا ماذا تفعل! هذا مذهل! يأتي الأطفال إلى هنا ويتعلمون فنون السيرك. واو، انظروا إليها! هذه الفتاة تستعمل ستائر الألعاب البهلوانية، شاهدوها! واو، ما هذه الزاوية؟ رائعة جداً! أصدقائي، أترون هذه الأوراق خلفي؟ نعم، كتب عليها شيء ما، إنها أهداف! عند إنجازكم إياها، يكتب اسمكم على اللوحة. لنقترب أكثر، كتب التأرجح في الهواء. واو، هذا يعني أن كل الأشخاص الذين دونت أسماؤهم هنا قد أنجزوا العمل، مثل نيل وإليسا وجوانا وزوي. واو، أحسنتم! واو، لنقرأ المزيد. واو، التقلب بالأرجل الممدودة. واو، هذا صعب. لنرى كم شخصاً فعل ذلك. واو، هذا رائع جداً. أوه، تقليب 6 كرات. واو، وهذا صعب أيضاً. انظروا، لذا لم يستطع أحد إنجاز هذا العمل. واو، يا لصعوبته. خطرت لي فكرة، لما لا أختار أحد هذه الأهداف وأنجزها اليوم؟ يعني كثيراً من المرح. الدحرجة الأمامية والوقوف من غير مساعدة اليدين. واو، يبدو ممتعاً. علي التدحرج، ثم عندما أقف علي ألا أستعمل يدي البتة. هيا سأجربها، لنمرح قليلاً. أجل، نجحت! خذ القلم، تستطيع كتابة اسمك على اللوح. حقا، هذا أمر مذهل. أجل. حسنا، هيا بنا، والآن حان وقت كتابة اسمي. B-L-I-P-P-I ليبي. واو، هذا رائع جداً! هذه الزاوية، إنها مليئة بالأشياء الرائعة. واو، ما هذا؟ رائع، إنها تشبه قوس المطر. هو هذه حلقات أرجوانية. واو، لونها أرجواني. هو رائع، جميلة. ولدينا هنا حلقات زرقاء، وهذه حلقات خضراء، وحلقات صفراء، ولدينا هذه الحلقات الحمراء تميل للبرتقالي لكن لنسميه أحمر. أيضاً لدينا حلقات وردية. واو، إن هذه الحلقات الملونة رائعة. لحظة، ماذا يسمى هذا الشكل؟ الحلقة شكلها دائري، شاهدوني. واو، سأجرب قذفها في الهواء، هيا بنا. واو، أوقعت واحدة. هذا ممتع، ويمكنكم تدويرها بأيديكم أيضاً. واو، سأضيف مزيداً من الحلقات، سيكون هذا رائعاً جداً. لنبدأ. واو،
أوهو. هذا مدهش، انظروا إلي، هذه حركة قلب الحلقة، يمكنكم تجربتها. أجل، حاولوا قلبها، شاهدوني. نجحت. حسناً، سأعيدها إلى مكانها. لقد نسيت هذه. انتهيت، والآن بعد أن أعدنا الحلقات إلى مكانها، ربما نجرب شيئاً آخر. واو، مثل هذه، إنها تسمى ريشة طاووس. واو، إن طائر الطاووس جميل جداً. أرأيتم طاووساً من قبل؟ واو، انظروا، إنه يبسط ذيله فيصير شكله رائعاً. ولكن اليوم ما سأفعله هو أني سأخذ ريشة الطاووس هذه وأحاول موازنتها. سأضعها على إصبعي. واو، انظروا إلي، أنا أوازنها وأحاول ألا تسقط على الأرض. واو، يمكنكم موازنتها وأنتم في مكانكم، أو موازنتها وأنتم تتحركون. واو، إنه صعب. واو، شاهدوني، مستعدون؟ سأحاول وضعها على أنفي. لقد وزنتها. هذا مضحك. الموازنة لعبة ممتعة جدا. ماذا لدينا هنا أيضا؟ واو، يبدو أنها واو. بعض الأعواد، وهنا لدينا بعض الأطباق. ما عدد هذه الأطباق؟ هيا، واحد، اثنان، ثلاثة أطباق. ما ألوان هذه الأطباق؟ هيا، أزرق وأحمر. أجل، وأصفر. حسناً، لنأخذ الطبق الأزرق وهو أحد الألوان المفضلة لدي، ثم سندوره. واو، هيا بنا. رائع، أترون كيف يدور ويتوازن؟ أجل، لحظة، الطبق مصنوع من البلاستيك، فإياكم أن تستعملوا أطباق المنزل، وإلا انكسرت فهي مصنوعة من الزجاج. واو، أما هذه فخاصة بالسيرك. واو، دور دور دور، مستعدون؟ واو، سأعيد الكرة. واو، أرأيتم ذلك؟ هيا بنا. أوهوهو. حسناً، لن أعيدها ثانية. إذن هيا نرجعها لنرى ماذا لدينا. واو، انظروا إلى هذا، هناك كثير من كرات اللعب. أصدقائي، تعلمون أنني أحب قذف الكرات طول الوقت. لنضعها. واو، ذات ألوان كثيرة، شاهدوها، إنها تذكرني بالنحلة. أجل، إن النحل عظيم جداً لأنه يصنع العسل. يام، أنا أحب العسل. حسناً، وهذه كرة لونها أحمر وأسود، وكرة زرقاء وبيضاء وخضراء وسوداء. سأخذ ثلاث كرات فقط، سأختار هذه. حسناً، مستعدون؟ سأجثو على ركبتي وأقذف الكرات. واو، قذف الكرات ممتع، إنه صعب قليلاً. واو 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 واو، لكن بالتدريب المتواصل يمكنكم فعل كثيراً من الأشياء. فعلتها. حسناً، راقبوا هذا، والآن سأقذف كل هذه، مستعدون؟ إذن سيكون هذا صعباً جداً، هيا بنا. مضحك حقا، والآن علي التقاطها جميعا. انتهيت، لنرى ماذا لدينا. واو، شاهدوا هذه، إنها إطارات، رائع، أنا أحب هذه الإطارات. هيا لنلتقط بعض الإطارات. حسنا،
تعالوا معي. واو، لقد أحضرت 3 إطارات، لكن أصدقائي ما لون هذه الإطارات؟ نعم، الأول لونه برتقالي وأصفر وأحمر، رائع. لونه جميل. وهذا الثاني، أجل، لونه أزرق ومعه لون فضي. واو. هاي، ما لونكم المفضل؟ رائع، لون جميل. لوناي المفضلان الأزرق والبرتقالي. أما هذا فإن لونه أرجواني، يتخلله لون فضي لامع، رائع. سأختار هذا. حسناً، سأدوره أولاً حول ذراعي. واو، أجل، وي. راقبوا هذا. أجل، حسناً، هيا بنا. خطرت لي فكرة، صارت جميعها على الأرض. سأوزعها على الأرض وأحاول القفز فوقها. انتهيت، لنبدأ. سأقفز كالضفدع. ريبك 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 ريبك. أجل، أحسنتم. لقد كان من الممتع تعلم فنون عروض السيرك. أجل، واو، انظروا إلى هذا. أصدقائي، أتذكرونه؟ هذا حبل مشدود. واو، الآن سأحاول أنا وأنتم التوازن عليه. يبدو ذلك صعبا لأنه رفيع جدا. واو. حسنا، لنحاول معا. حسنا، قف على هذا السطح بوضع منتصب وامشي بثبات إلى الطرف الآخر. حسنا، وسأكون قريبة منك إن وقعت. أجل، لنبدأ، هيا بنا. لقد وقعت، لا بأس، سأعيدها. هيا بنا. وقعت ثانية، محاولة ممتعة. حسناً، لنجرب مرة ثالثة. هيا بنا، سأفعلها. واو، انظروا إلي، تمكنت من فعلها. أجل، لقد نجحت، أرأيتم ذلك؟ كان ذلك صعباً جداً، وأنا سعيد حقاً لأنني استطعت النجاح في لعبة صعبة جداً. أحسنتم عملاً. حسناً، أولاً سأبدأ بالتدحرج. هيا بنا. حسناً، والآن إلى التوازن. التالي تمرينات الذراعين. هيا بنا. نجحت. واو، لقد كان ذلك ممتعا جدا. أجل، لكن وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ مستعدون؟ BLI BPI. كان القراصنة في البحار يبحثون عن كنز ثمين، رحلتهم تملأ غلاف الأخطار. إحدى
أختار أن تؤثر في كمين على استعداد للإنقضاض ويصرخون عاليا أوي لنصرخ مثلهم لنبحث عن كنز القرصان الكنز مدخول حتى الآن نريد خارطة كي نجد المكان يار هار صوت القرصان يار هار ملأ المكان يار هار هذا الكنز تنبين اقضي أيامك في البحار وتجول وتحدى الأخطار وطائرك الأخضر والخطاف صرت قرصانا حديد الأهداف على استعداد للإنقضاض ويصرخون عاليا ناغي هيا لنصرخ مثلهم لنبحث عن كنز القرصان الكنز مدفون حتى الآن نريد خارطة كي نجد المكان يار هار صوت القرصان يار هار ملأ المكان يار هار هذا الكنز تنبين يار هار صوت القرصان يار هار ملأ المكان يار هار هذا الكنز تنبين يار هار مرحبا هذا أنا بلابي واليوم أنا في حديقة حيوانات فينيكس في فينيكس أريزونا أهلا أظن أنه أنتم وأنا علينا التعلم عن بعض الحيوانات اليوم هيا بنا واو هل ترون هذا؟ هذا هو القرد العواء أجل هل ترونه؟ أجل إنه هناك هذا هو بيلبو وسمي على اسم بيلبو باكنز هذا مضحك لنقلد القرود معا واو هذا هو لولو وحيد القرن ولولو لديها 21 عاما أجل لولو حفلة ووهو أجل طائر الطوقان هل رأيتم منقاره الكبير؟ إنه يشبه الموزة هاي ماذا تفعلون هناك؟ تعالوا إلى هنا لنتفقد حيوانا آخر واو انظروا إلى هذا هل تعرفون ما هو هذا الحيوان؟ أجل هذا هو النمر مرحبا أيها القط واو تعالوا إلى هنا انظروا خلفكم واو هنا حيث تعيش النمور مهلا انظروا من هناك يبدو أنهم سيقومون ببعض التمرينات هل رأيتم ذلك؟ النمر يفعل ما يقال له بالضبط يبدو أنهم مستمتعون جدا كان هذا رائعا هل رأيتم ذلك؟
مرحبا، هل تخبرنا لماذا فعلنا ذلك؟ أجل، حسنا، نقوم بتدريب الحيوانات حتى تتاح لهم الفرصة لتسهيل الأمور عليهم وعلى الموظفين أيضا. نحن لا ندرب الحيوانات للقيام بالحيل، بل نفعل ما يسمى بالسلوكيات. على سبيل المثال، عندما أجعل جاي يضع أنفه على هذا العمود، فإن هذا يسمح لي بنقله إلى أوضاع مختلفة حتى أتمكن من رؤية جسده بالكامل. وجعله يقف ليس شيئاً مثيراً للإعجاب لرؤية حجم النمر، ولكن يمنحني الفرصة لرؤية جانبه السفلي، لأنهم مثلنا تماماً يصابون بالجروح والكدمات، وهذا يساعدني على فحصه لأتأكد من أنه بصحة جيدة. أوه، شكراً جزيلاً لأنك أريتني ما أريتني إياه. على الراحة. حسناً، إلى اللقاء. شكراً. لنذهب ونرى أشياء أخرى. واو، هل رأيتم ذلك الحيوان؟ إنه قط آخر. هذا هو الياغوار. واو. أوه، انظروا، لدي دلو من الجزر وبعض الملاقيط، وأخبرونا أننا سنطعم الحيوان التالي. تعالوا. واو، هاي انظروا، هذه أسلاك، وعليكم أن تكونوا على هذا الجانب، لكننا حصلنا على إذن للدخول لنطعم الحيوانات. هيا بنا. ياي، هذا عائق قصير مثير للإعجاب. لم يكن الدخول صعباً أبداً. أوه، أرى الحيوان، انظروا. أو لنذهب من خلال الشجرة. واو، مهلاً، انظروا، انظروا إلى الحيوان، جميلة، انظروا. واو، هل تعرفون نوع هذا الحيوان؟ هذه سلحفاة. هيا نطعم السلاحف. أجل، انظروا هذا، هذه جزرة، وأنا أستخدم الملقط لأن السلاحف لديها فك قوي جدا، وقد تقدم إصبعي. ها أنت ذا. واو. أوبس، لقد انزلقت. ها أنت ذا. واو. حسنا، هل تريدين المزيد؟ أجل، حسنا، ها أنت ذا، ها أنت ذا. واو، هذه سلحفات وزنها حوالي 550 رطلاً. واو، هذا ثقيل جداً. مهلاً، واحذروا كم عمرها. واو، عمره 66 عاماً. واو، إنها سلحفات عجوز. أوه، مرحباً. مهلاً، انظروا، سأداعب رأس هذه السلحفات. مرحبا، كيف حالك؟ واو، واو، انظروا، السلحفات بعيدة عن الأرض، هل ترون ذلك؟ لأن ذلك يسمح للحشرات والأشياء بالابتعاد عن منطقتها السفلية. واو، لنحضر المزيد من الجزر. واو، مرحبا، كيف حالك؟ هل تمضي يوما جيدا؟ أوه، انظروا، أترون هذه السلحفات؟ هذه السلحفات هي سلحفات غالاباغوس، وهي أنثى. أوه، ها أنت ذا. أوه، وها قد أتى الذكر. أوه، هل ترون حجمه الكبير؟ أنا محاصر. حسنا، سألف من هنا. هل ترون كم هذه صغيرة وهذا كبير؟ واو، هذه أنثى وهذا ذكر. واو، مهلا، هل تحبان بعضكما؟ أجل، أنتما تبدوان كصديقين. واو، أو هل تريد المزيد؟ واو، واو، عمل جيد. أو أسقطتها. هاي، اقتربوا أكثر. ها،
حسناً، ها نحن ذا. حسناً. افتح فمك، الجزرة قادمة. واو، ها أنت ذا. هل هي لذيذة؟ هاي، السلاحف تحب الجزر مثلي أنا، والجزر لذيذ وصحي. ها أنت ذا. أوه، لديه فم كبير. واو، انظروا، أنا أحك رقبة هذه السلحفات، أترون؟ كيف تشعرين؟ هل هو شعور جيد؟ عجل، هل ترون كيف تقف السلحفات على رجليها عالياً في الهواء؟ إنها تفعل هذا في البرية لأنه في كثير من الأحيان تكون هناك حشرات تحتها، وهذا يتيح للعصافير والطيور أن تطير تحتها وتأكل كل الحشرات التي تحت السلحفات. نعم، لكنها الآن تقف على ساقيها لأن هذا يشعرها بالراحة، وكأن والدتك تحك لك ظهرك. أجل، أحب عندما تحك لي أمي ظهري. كيف تشعرين؟ أعجبك؟ أجل. حسناً، حان دوري الآن. حسناً، دوري. أنا مستعد. أنا مستعد. أوه، انظروا إلى هذا. هذا هو حيوان مدرع. حسناً، ها أنت ذا، انطلق. واو، انظروا، المدرع هو أحد السفراء في حديقة الحيوان هذه. هذا يعني أنه حيوان يمكنكم مقابلته وجها لوجه. واو، هاي، ماذا تفعل؟ هل تريد أن تأكل؟ المدرع يحب الديدان. ها أنت ذا. مهلاً، تعال إلى هنا. ها أنت ذا، انظروا، ألا يبدو هذا المدرع صلباً؟ أجل، إنه صلب نوعاً ما، وهو ليس صدفة، وإنما هو عظم داخل جلد حيوان المدرع. واو، حسناً، أوه، وهذه الأميرة باتركاب. أوه، حسناً، ها أنت ذا، تفضلي أيتها الأميرة باتركاب. واو، انظروا إلى أظافر الأميرة باتركاب الجميلة. واو، حسناً، انطلقي. واو، انظروا إلى هذا الحيوان. ما نوع هذا الحيوان؟ هذا هو الشيهم المتوج الهندي. واو، انظروا إلى أشواكه، هل هذه أشواك؟ الأشواك الكبيرة موجودة لتجعله يبدو مخيفاً، لكن الخطيرة منها أسفل ذيله. واو، حسناً، بالأسفل. واو، وما الذي تفعله الآن؟ إنه يستمتع ببعض الوجبات، إنه يحب الكثير من النباتات، لدينا البسكويت واليام والتفاحة أيضاً اليوم. أوه، هذا يبدو لذيذاً جداً. أوه، لنلقي نظرة أقرب على الشيهم. واو، لا يجب أن تلمسوا هذا الحيوان من ذيله. واو، انظروا إلى هذا، المكان التالي رائع جداً. واو، هل تسمعون هذا؟ كل تلك الأشياء تعمل بجد للحفاظ على ذلك المكان ليبدو تماماً كالمحيط. تعالوا. واو، انظروا إليها. واو، هناك العديد من المرشحات والأشياء الأخرى. هذا رائع. حسناً، تعالوا إلى هنا، دعوني أريكم ما الذي يفعله. أجل، هذا هو خليج سمك الرقيطة، وهم يقومون بتدريب سمك الرقيطة للقيام ببعض الحيل. إذا أتيتم إلى هذه الحديقة يمكنكم استخدام أيديكم للمس سمك الرقيطة على ظهورهم.
إنهم يسمحون لي بالدخول. أنا متحمس جداً. حسناً، أولاً علي أن أخلع حذائي. حذاء واحد. واو، حذاءان. حسناً، لنضع هذه هنا وأخلع الجوارب أيضاً لأنني سوف أرتدي هذا. واو، إنها الجوارب المائية أو الأحذية المائية. حسناً، لنرتديهما. حسناً حسناً. أنا مستعد آنذا. عليكم دخول الحوض بلطف وهدوء حتى لا تخيفوا الأسماك. واو، المياه لطيفة وباردة. حسناً. واو. مرحباً. مرحباً. كيف حالك؟ بخير، وأنت؟ بخير، ما اسمك؟ اسمي ماري وهذه تشيلسي، نعمل هنا في حديقة فينيكس للحيوانات. واو، ما الذي تفعلانه الآن؟ الآن نقدم وجبة الإفطار لأسماك الرقيقة ونقوم بفحصها للتأكد من أنهم بصحة جيدة وسعداء هذا الصباح. أوه، يبدو هذا ممتعاً، هل أساعد؟ طبعاً، أترغب في إطعام البعض؟ أوه، أجل، لنطعم الرقيقة. حسناً، انظروا إليهم. يمكنك أن تأخذ الجمبري وسمك الهف، فلتأخذ بعضاً منهم وتضعهم في يدك. حسناً، انظروا إلى الطعام. واو، يبدو لذيذاً جداً. حسناً، أضعه في يدي. أمسكه مثل مخروط الآيس كريم. حسناً، أو أحب الآيس كريم. حسناً، هكذا. ضعه بلطف وعمق في الماء، سوف يسبحون من فوق يدك وسوف يمتصونه من يدك كالمكنسة. حسناً حسناً، ها أنتم ذا. واو. واو واو، انظروا إلى هذا، إنها سمكة لما تسبح عند قدميك. واو. حسناً، هل أذهب أعمق في الماء؟ لنرى ما الذي يمكننا فعله، هيا يا أصدقاء. أوه، فعلتها، انظروا، لقد اختفى الطعام، امتصوه مباشرة من يدي. هل أعيدها؟ بالطبع، تفضل. أوه، شكراً، لقد امتصوا الطعام مباشرة من يدي. الأمر يشبه وضع مكنسة كهربائية على يديك، ثم تقوم المكنسة بامتصاص أيديكم. هذا ما ستشعرون به عندما يمتصون الطعام من أيديكم. واو. هذه السمكة سبحت بين ساقي. واو، انظروا إليها، لقد بدأوا بالاعتياد عليك، فهم يشعرون بهويتك من خلال ضربات قلبك. إنهم يدركون أنك لن تؤذيهم، ولذلك فهم يقتربون. واو. أكثر، لأنهم يشعرون بالراحة معك. انظروا إليهم، مرحباً. واو واو واو. هذا أخافني، ماذا حدث هناك؟ لقد تحمسوا بعض الشيء. حسناً، متحمسون وليسوا خائفين؟ أجل. حسناً، لأنني خفت قليلاً. لكن لا بأس، إنها أسماك لطيفة جداً. واو 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 واو، ها هم مجدداً. انظروا كم أنا مبلل. حسناً، لنطعم المزيد. مرحباً، انظروا إلى كل هذه الأسماك. واو. حسناً، إلى اللقاء أيتها الرقيطة. والآن سنركب الجمل. استمتع يا بليبي. شكراً، إلى اللقاء. انظروا، الجزء العلوي من الجمل، هل ترون السنام؟ سأقوم بالركوب عليه. واو، الآن أنا راكب على الجمل. حسناً، ها نحن ذا. انظروا لهذا، وي. واو، مرحبا، انظروا، انا جالس على سنم الجمل. واو، هذا جمل لطيف. هذا الجمل هو الجمل العربي، المكان مرتفع هنا. واو. أنا أستمتع جداً. وي، مرحباً. واو، انظروا، ها
هل ترون سنام الجمل؟ إنه يخزن الطعام هناك ويمكنه قضاء حوالي 7 أشهر دون تناول الطعام أو 3 إلى 4 أسابيع دون شرب الماء. هذا مثير للإعجاب. واو وي واو. واو لديه أرجل طويلة جداً ولديه 4 أرجل وأنتم وأنا لدينا 2. واو حسناً هذا ممتع جداً. واو كان هذا رائعاً شكراً جزيلاً لك. على الرحب. رائع حسناً لنرى الحيوانات الأخرى. أوه، الآن نحن وراء الكواليس من معرض أريزونا الأصلي. أوه، انظروا إلى هذا، انظروا بعض الأدوات. مهلاً، ما هذا؟ تبدو مثل عصا الجولف لكن هل ترون الخطاف؟ إنه يستخدم للتعامل مع أنواع معينة من الزواحف مثل الثعابين. حسناً، أنا لن أستخدمه لأنني لست مدرباً محترفاً. أوه، انظروا إلى هذا. واو، أحواض السمك. الأسماك في الجهة الأخرى، نحن في الكواليس. واو، انظروا إلى هذه الغرفة. واو، هذا هو صندوق، وهنا تعيش الثعابين. لنقرأ نوعها. الأفعى المجلجلة. سامة؟ أوه حسناً، لا أعتقد أنني سأتعامل معها لأنني كما قلت لست مدرباً محترفاً. لنجد ثعباناً يمكنني التعامل معه. واو هذه الغرفة رائعة. واو هناك العديد من الأقفاص هنا. واو ما هذا؟ هذه هي بقايا جلود الأفاعي. واو كل الثعابين تجدد جلدها كل شهرين. انظروا إليها وجميعها قطعة واحدة. انظروا ألا تبدو هذه كثعبان؟ أجل هذا رائع جدا. حسنا سأضع هذه هنا. حسنا يبدو هذا كثعبان يمكنني التعامل معه. أنا أحمل ثعبانا. واو انظروا إلى ألوان هذا الثعبان. إنه برتقالي وأبيض وأسود. واو كنت أخاف من الثعابين عندما كنت طفلاً، الآن لم أعد كذلك، لكن هناك بعض الثعابين التي لا يجب عليكم التعامل معها، لذا إذا رأيتم ثعباناً في البرية، لدواعي الأمان لا تجربوا أن تحملوه هكذا حسناً؟ انظروا إليه، واو، هل أنت مستمتع أيها الثعبان؟ وي، مرحباً، واو، انظروا إليه، واو، إنه مفتون جداً بالكاميرا. واو واو هذا رائع. نحن خلف الكواليس في منطقة زواحف أخرى. واو هناك العديد من الخزانات هنا والعديد من الحيوانات الفريدة. واو مرحبا. واو انظروا هنا. أو مهلا هناك أحد هنا، تعالوا. واو مرحبا، ماذا تفعل؟ أتفقد إحدى السحالي ذات القرون، هل تريد حملها؟ أجل سحلية ذات قرون، هذا رائع. حسنا أمسكها هكذا. حسنا شكرا لك. واو انظروا هذه سحلية ذات قرون. انظروا إلى قرونها. واو إنها لطيفة. واو ومستمتعة بوقتها. حسنا شكرا جزيلا لك. من دواعي سروري. حسنا ها أنت ذا. كان هذا رائعا، عمل جيد، هيا بنا.
هوهوهوهو. انظروا، زرافة طويلة. واو، إنها بطولي. أو مرحبا. واو، هذا أسد. أوه، فيل. واو، انظروا. هذه غوريلا. واو، مهلا. وبعض الثعابين. أجل، حملت ثعبانا للتو. واو، أليس هذا رائعا؟ واو. واو، هناك العديد من الأشياء الرائعة هنا. حسنا، اتبعوني. أوه، هناك أيضا ديناصور. تيراناسوراس ريكس، مدهش. حسنا، كان من الممتع جدا التعرف على الحيوانات في حديقة الحيوانات معكم. هذه نهاية هذا الفيديو. إن كنتم تريدون متابعة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل تتهجون اسمي معي؟ حسنا، باء لام ياء. باء ياء، بلابي. أحسنتم. حسنا، إلى اللقاء.